أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. توقعات برج الجدي الخميس 15 أبريل 2021. اتخلي عن بعض الآراء والمبادئ من أجل الحبيب، تزيدك لا تنقص منك، فاستمر في العطاء. التواجد الدائم بقرب الحبيب في لحظات ضعفه يزيد من شعوره بأهميته عندك. مهنيا عليك أن تقتنع بما كتب لك، فالعمل الذي تؤديه اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقل في المدى المنظور. صحيا الحاجة إلى الراحة والتخلي عن الضغوط العملية والنفسية هي من أهم القرارات التي يجب أن تأخذها حاليا، لا تكن كثير التفكير. توقعات خاصة للرجل: إذا أردت أن تعيش متوازيا في حياتك تخلص من أولئك إذا احتاجوك وجدوك، وإذا احتجتهم لم تجدهم. تجارب المريرة في الماضي تسيطر عليك، ولكن عليك أن تتوقف عن التفكير في هذه الأمور، وتسمح لك حالتك المزاجية أن تتوقف عن التفكير فيه وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل. فقد عليك ترك التوتر اليومي وراءك. توقعات خاصة للمرأة: ثقتك بنفسك ضرورية قبل كل شيء وبعد كل شيء. حاولي أخذ الأمور بهدوء وسلاسة وسعادة. أنت قوية وقادرة على القيام بكل شيء، كما أنك تملكين موهبة خارقة في التغلب على العوائق والمصاعب. أنت تميلين للكسل هذه الأيام، عليك التوقف عن واستعادة نشاطك وضبط جدولك وحساب وقتك. أقول لك حدسك هو الذي سيساعدك على تحقيق أفكارك وجعلها واقعية، فحافظي على إيجابيتك. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني في القناة بالاشتراك واللايك.